اول وصفه هبتدي بيها كيش الفراخ والبروكلي. وصفه حلوه وسهله، ممكن اعمل عجينه جاهزه وممكن اعمل عجينه في البيت، ما بتكلفنيش حاجه في البيت، بالعكس هي سهله وبسيطه جدا. هنعملها بخطواتها بسيطه. هنقول اول حاجه المقادير بتاعتنا. العجينه بتاعتي هحتاج لها 250 جرام دقيق، معلقه صغيره سكر، بيضايه، 125 جرام زبده، رشه ملح، 3 معالق كبيره ميه متلجه. قبل ما اعيد العجينه تاني عايزه اقول لكم يعني ايه كيش، عشان في ناس بتسال ايه الكيش. الكيش ده عباره عن زي تارت بس مالح مش حلو، يعني عجينه ناشفه مقرمشه بحشيها باي لحوم انا عايزاها وخضار عليها، وبحط لها صوص كده وجبنه موتزاريلا في الاخر، بتبقى حلوه قوي. يعني فطيره بس العجينه بتاعتها مختلفه شويه عن الفطاير بتاعتنا. يبقى العجينه من تاني 250 جرام دقيق، معلقه صغيره سكر، بيضايه، 125 جرام زبده، رشه ملح، 3 معالق كبيره ميه متلجه. الحشوه بتاعتي هستعمل صدرين فراخ مسلوقين ومتقطعين شرايح او مكعبات زي ما تحبي، نص كوبايه وردات بروكلي، برده ممكن احط كوبايه لو انا بحب البروكلي كتير، دي بترجع للذوق الشخصي حسب ما هتملي التارت وتحسي ان انت خلاص اكتفيتي بالبروكلي. حبتين فلفل رومي شرايح، قرن فلفل حراق، 4 شرايح لانشون رومي مدخن، ممكن لانشون فراخ مدخن، ممكن جبنه مدخنه، الطعم المدخن بيديني زي تيست حلو كده في التارت، فاي حاجه مدخنه حطيها. يعني لو ما عندكيش لانشون رومي حطي فراخ، لانشون فراخ، عايزه تحطي جبنه مدخنه وما تحطيش لانشون ما فيش مشكله. بس لو ما فيش ده او ده مش يعني الكيش برده هيبقى حلو من غيرهم. نص معلقه اوريجانو، نص معلقه صغيره ملح، كوبايه موتزاريلا مبشوره، 3 ارباع كوبايه كريمه، وربع كوبايه لبن حليب، وبيضايه. هستعمل رشه اوريجان وشمر ويانسون وحبه البركه، ممكن برضو استعمل حاجه منهم، يعني مش لازم استعمل الاربعه، ممكن احط اوريجان لوحده، شمر لوحده، حبه البركه لوحدها، برضو اللي موجود عندي هستعمله. يعني ما تخليش حاجه تعوقك. الحاجات اللي هي ما ينفعش تبدليها اللي في العجينه، يعني ما ينفعش اجي اعمل عجينه الكيش دي مثلا بزيت، ما عنديش زبده، مش هتظبط معايا، هتبقى طريه معاكي وهتفرط معاكي. علشان كده اهو المعجنات والحلويات اللي هي الحلويات الكيك وكده اهو بيبقى صعب قوي ان انا ابدل فيها. اول حاجه هشوح الفلفل الرومي والحراق والبصل، هديهم تشويحه وهم بيتقلبوا على النار، هبتدي اعمل العجينه بتاعتي بتاعه التورت. هحط الزبده، بسم الله، وابتدي اضربها. وبعدين ادي السكر والبضايه، هنزل عليهم الدقيق شويه شويه، واحاول اجيب الزبده اللي بتيجي على الجوانب علشان تمتزج كلها مع بعضها كده اهو. اجي بقيه الدقيق، الميه مش هحطها كلها مع بعض مع ان الميه قليله، يعني هي كل اللي عندي 3 معالق ميه بس، برضو هحطها شويه شويه لان ممكن تكون الزبده والبضايه كفيلين انهم يلموا لي العجينه. بسم الله الرحمن الرحيم، ادي واحد، ادي اثنين، وادي الثالثة. العجينة دي بعد ما تتعجن لازم احطها في التلاجة نص ساعة على الاقل، الفها في بلاستيك واحطها في التلاجة علشان اقدر اشكلها بسهولة وعلشان ما تتكسرش معايا وانا بفردها في القالب بتاع التارت. خلاص هي لسه عايزة تتعجن شوية. بصوا هي اول حاجة بتبقى عاملة زي الفتافيت وبعد كده تبتدي تلم نفسها. هحط انا دلوقتي
اللي هزود الفراخ مع الفراخ مسلوقة طبعا مع الخضار بتاعتي تقليبة واحدة، وهحط معاها الأوريجانو، وطبعا هحط ملح وفلفل. رشة ملح بسيطة، وهحط فلفل اسود. كده اهو. خلاص دي الحشوة بتاعتي. بدهن قالب التورت. بصوا هنا اهو، دي هيحتاج معايا معلقتين ميه كمان، لان بسم الله الرحمن الرحيم. اهي كده بصوا ابتدت اهي تلم. هي اهم حاجه انك تدعكي الاول الزبده كويس قوي مع الدقيق علشان تبقى عامله زي الفتافيت، وبعد كده هتزودي الميه وتبتدي هي تلم نفسها. بصوا اهي العجينه بتتحول من فتافيت لعجينه. عجينه التارت خدي بالك لازم تبقى هشه، بس لو انا ما حطيتهاش في الثلاجه وما عملتهاش كويس قوي وما قفلتهاش بنايلون كويس وهي في الثلاجه، لما تيجي تستوي معايا هتلاقيها بقت هشه وبتتكسر، يعني مش ماسكه نفسها. فانا مش عايزه كده، انا عايزاها تبقى ماسكه نفسها وما تتكسرش معايا بعد كده، لان ناس كتير قوي تيجي تعمل الكيش او حتى التارت المسكر تقول لي العجينه بتتكسر قبل ما احط فيها الحشوه، علشان هي ما بتكونش حذره فيها او بتحط المقادير كلها على بعض. انا هجربها الاول بايدي. اهي هي محتاجه نقطه ميه كمان. مدام هيام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا يا حبيبه قلبي، ازيك يا مدام ايه؟ الحمد لله. عامله ايه؟ منوره الحمد لله يا حبيبه قلبي، طول ما انت منوره قناه الحياه انا بخير. ميرسي يا حبيبه قلبي، تسلمي لي يا رب. ربنا يخليك يا حبيبتي، ربنا يكرمك ويديك الصحه يا حبيبه قلبي، وده ملي كده منوره في تألق جميل. الله يخليك يا حبيبه قلبي، تسلمي لي يا رب. يا حبيبه قلبي ربنا يخلي الدكتور ليكي. الله يخليك، عينيا ليكي يا مدام هيام. تسلمي لي ونور عينيك يا ست الكل، والله ربنا يكرمك. الله يخليك يا حبيبتي، الله يخليك. بصوا اهي، معلش انا بطول فيها شويه بس عشان انا عايزاكم تعرفوا بالظبط العجينه هتتعمل ازاي، علشان لما تيجوا تعملوها ما تقولوش العجينه بايظه معايا او العجينه بتتكسر معانا. ففي حاجات كده اهو بحب انها تتعمل بالراحه. اهي عايزين كيس يا احمد، كيس نايلون كيس او هاتلي طبق هنحطها فيه. انا هلمها هنا اهو، وبعد كده اهو هحطها زي ما قلت لكم في نايلون، ولازم اغطيها بالنايلون كويس واحطها في التلاجة على الاقل نص ساعة. اكون حذرة جدا وانا بلمها كده اهو اهي، وتتحط في التلاجة، تتغطى بنايلون تتحط في التلاجة نص ساعة. اوكي، وبعد كده اهو هطلعها هفردها في قالب تارت او صينية تارت. الصينية مقاسها من 26 ل 28 اللي موجود عندك. ممكن يكون قالب التارت ده ممكن يكون عندك بيتحرك القعر بتاعه، وممكن يكون عادي زي اللي هنستعمله ده، والاتنين هينفع. ادي العجينه وادي القالب بتاعي. كده اهو هاجي قلبها. بسم الله الرحمن الرحيم.
هقلبها جوه القالب وابتدي بالراحه. بصوا كده اهو، اجيب الحراب بتاعتها كلها لجوه عشان ما اقطعهاش. خلاص، وبعد كده هستعمل النشابه. ممكن تجيب لي النشابه يا احمد؟ علشان بصوا بالراحه ما لزقش قوي الجوانب بتاعتها في القالب، والقالب ده لازم يكون مدهون. وبعدين كده اهو بمشي كده علشان اقص الزيادات اللي عندي. بصوا اهو، عشان اشيل الزيادات وتبقى متساويه بالظبط مع القالب. الشرايط دي بعملها وردات، وهوريكم ازاي عشان نزوق بيها. استاذه ناديه. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. منوره يا شيف. ميرسي حبيبتي، بنورك. الله يخليكي. من فضلك حضرتك، كنت عملتي الاسبوع اللي فات الكاروت كيك. ايوه، عايزه بس المقادير على الشاشه، ويا ريت بس تكتبوها لي شويه عشان رايحه اكتبها. من عينيا الاثنين، هنزل لك الكاروت كيك من عينيا. متشكره جدا. العفو حبيبه قلبي، ميرسي ليكي. دلوقتي انا هعمل ايه؟ هجيب شوكه وهخرم العجينه. هخرمها، مش هعمل كده اهو يبقى خلاص انا خرمتها، لا هخرمها. تتخرم، تتخرم بجد. ليه؟ عشان هي لو ما اتخرمتش معايا، وحتى وانا حاطه عليها تقل في الفرن هلاقيها قبت لفوق. لازم تتخرم بحيث اشوف القاع بتاع الصينيه. تتخرم مش كده اهو، تتخرم كده. خلاص اخرمها كلها، لان هي العجينه دي مش عايزاها تقب معايا، انا عايزاها تبقى تحت علشان لما اجي احشي التورت يبقى مظبوط. خلاص، وبعدين ورقه زبده وبحطها فيها، وبحط المفروض اغلبيه الناس بتحط الفاصوليا او اي حاجات ناشفه. في دلوقتي عندي حاجتين، انا بستحرم الفاصوليا ارميها بعد كده. في عندي حبوب جاهزه ناشفه مخصوصه للتورت، وفي عندي حاجه تانية هقولها لكم عليها. لو انتوا عندكم في البيت الشمع بيبقى فيه ساعات زي زلط صغنن كده اهو تحت الشمع، ممكن انت تغسلي الزلط ده وتستعمليه وترجعيه تاني في الفازه بتاعتك، وبعد كده اهو تستعمليه كل مره بدل ما تجيبي فاصوليا وتستعمليها وترميها او تشيليها بعد كده وتسوس، فمفيش داعي. فده حبوب كده تبقى جامده مخصوص عشان تتحط على التارت او الكيش، ممكن استعمل بدلها زي ما قلت الزلط اللي تحت الشمع. خلاص، وبعد كده اهو بدخله الفرن يستوي نص سوا، بدخله على حراره 180 يستوي نص سوا، وبطلعه بيبقى شكله كده اهو، اهو نص سوا. وبصوا التخريمه بتاعتي، الخروم دي ما خليتهوش يقب معايا، والتقل اللي انا بحطه سواء الحبوب او غيرها برده ما بتخليهوش يقب معايا. باجي اعمل ايه؟ ادي الخضار بتاعتي والفراخ بحطهم حالا الفصل، حالا يا مجدي. لا ما بتتاكلش طبعا. بتتاكلش خالص. انا شلتها بعد كده، بشيل الحبوب وبشيل ورقه الزبده بعد ما اطلعه من الفرن. خلاص، وبعد كده اهو بجيب البروكلي الوردات واروح حطاها بقصها صغنن وبحطها. بتحطي بقى زي ما انت عايزه اهي كده اهو اسرع. وبعدين اللانشون كمان بجيب اللانشون المدخن زي ما قلنا، رومي مدخن او فراخ اللي موجود عندي، ممكن اقطعه صغنن كمان وبحطه، بيدي طعم حلو مع الفراخ ومع البروكلي. حالا حالا، معلش انا طولت عشان بس عايزه اوريهم العجينه تبقى مظبوطه، فحالا هما بيستعجلوني. بصوا هعمل ايه، هحط بقى الصوص على الوش. اخر حاجه عندي الصوص على الوش. هاجي البضايه هضربها، وادي الكريمه، وادي اللبن، الحليب، هحط لهم ملح وفلفل. بسم الله الرحمن الرحيم. بص بحطهم كده اهو على الوش، وبرش عليهم موتزاريلا او تشيدر او اي جبنه عندي برشها عليهم.
وبعد ما برشها عليهم برش ايه؟ رشة حبة البركة والشمر، بيدوا نكهة حلوة قوي الشمر واليانسون وحبة البركة في الكيش ده. مش عايزة تحطيهم ممكن ما تحطهمش خالص، وبدخله الفرن يكمل سواه. مش هياخد 10 دقايق معاكي، هتسيح الجبنة والكريمة هتتحمر ويطلع حلو قوي زي الفل.